أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، وهذه أبرز عناوين المسائية. وزارة الداخلية تعيد تنشيط نظام الإنذار وإنشاء مواقع قيادة في المناطق التي تتأثر بشكل خاص بموجة البرد وتساقط الثلوج. المحتجون الجزائريون مجددا في الشارع قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع الرئاسي المزمع في 12 من الشهر المقبل. والمجلس الوطني للصحافة ينظم بالدار البيضاء لقاء حول ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بحضور زملاء المهنة ومجموعة من الخبراء. ومسائية الجمعة تتضمن كالعادة الفقرة الثقافية الأسبوعية وجديد مواعيدها وتظاهراتها. رفقة محمد إسرا، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. تحسبا لموجة البرد الشتوية وتساقط الثلوج والتي بدأت تشمل أجزاء من البلاد، وزارة الداخلية أعادت تنشيط نظام الإنذار وإنشاء مواقع قيادة في المناطق التي تأثرت بشكل خاص بموجة البرد، وسيتم ذلك تدريجيا على مدار الأيام العشر القادمة في 24 إقليما، بينها إفران، خنيفرة، أزيلال، ميدلت، بولمان، تنغير والحجم. وروبورتاج لياسين الكويندي. إفران تلبس البياض، اكتست شوارع المدينة ومرتفعاتها حلة بيضاء مع تدني درجات الحرارة التي وصلت إلى الصفر، وتسمح هذه الظروف المناخية في جعل المدينة قبلة سياحية. اليوم جينا لمدينة الإفران الرائعة، ما لقيناش صعوبة في الطريق، الجو زميل، كل شيء فرحان الحمد لله، وكان الحمد لله مع هذه الخيرات بزاف، باش كنا جايين في الطريق ما لقيناش صعوبات، لقينا التراكتات. ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير مرحلة التساقطات المطرية والعواصف الثلجية لحماية الساكنة والحفاظ على سلامتها، اجتمعت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع من أجل توفير الموارد البشرية والآليات لاتخاذ الإجراءات الاستباقية. يتم توفير ما يناهز من أسطول مكون من 60 آلية فيها كاسحة ثلوج، ناقلات، جرافات كبيرة وجرافات صغيرة وسيارة إسعاف، وجندت كذلك أكثر من 100 ديال الموارد البشرية. دخلها المديرية من خلال 21 آلية، بالخصوص منها 12 شاحنة مزيحة للثلوج، كذلك واحد الخمسة ديال لي فريزنيج، وكتدخل بالأساس على مستوى الشبكة الطرقية المصنفة مع مجموعة من المحاور اللي هي يعني ذات الأولوية. هذه الإجراءات الاستباقية لمواجهة الظروف المناخية تهم أيضا توفير الرعاية للنساء الحوامل وتزويد المراكز الصحية بالأدوية وإقامة ديمومة بمختلف المراكز وتجويد الخدمات، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية على مستوى الإقليم في إطار برنامج رعاية. هذه الإجراءات سيستفيد منها نحو 120 دوارا على مستوى 10 جماعات قروية بإقليم إفران التي تأوي أكثر من 150 ألف نسمة. وموجة الطقس البارد متواصلة في بلادنا بحسب توقعات المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، والتي توقعت درجات حرارة خلال اليومين القادمين تتراوح ما بين ناقص 4 و7 درجات في المناطق المبينة الآن على الشاشة. في موضوع آخر، مجلس النواب صدق بالأغلبية مساء أمس في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وحظي المشروع القانون الذي تتوخى الحكومة من خلاله تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7%، حظي هذا المشروع بتأييد 146 نائبا فيما عارضه 60 من النواب.
ومتابعة لهذا الموضوع يحضر معي خالد مصطفوي ضمن الفقرة الاقتصادية الأسبوعية. خالد، قانون المالية خضع إذن لعدة تعديلات على صعيد مجلس النواب، ما هي أبرز هذه التعديلات؟ بالفعل هشام، التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية العام المقبل بلغت حوالي 270 تعديلا من اقتراح أحزاب المعارضة والأغلبية معا، تم إقرار حوالي 36% منها، أبرزها إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية في المجال العقاري دائما، خاصة وأن القطاع يجتاز فترة ركود. تم إعفاء المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح والمباني الآيلة للسقوط من رسوم التسجيل على عقود اقتناء العقارات، كما تم إقرار إعفاء أداء الضريبة على أرباح بيع السكن الرئيسي إذا كانت مدة الإقامة فيه تقل عن 6 سنوات بشرط استخدام عائدات البيع لتمويل شراء مسكن رئيسي جديد في غضون 6 أشهر بعد البيع. تعديلات أخرى طالت دعم المقاولة الذاتية، كما تم الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارات الاقتصادية في 7% بدلا من 10% كما جاء في المشروع الأولي. هشام. خالد، ما هي طبيعة الإكراهات التي يواجهها تنفيذ مشروع أو قانون المالية الجديد؟ هشام، مشروع قانون المالية المقبل يواجه عدة إكراهات وتحديات داخلية، أولا أبرزها ارتفاع كتلة الأجور إلى حوالي 120 مليار درهم، ثم محدودية الاستثمار العمومي، علاوة على إشكالات تتعلق بإحجام بعض البنوك عن تمويل الاستثمار العمومي وأحيانا الخاص، هذا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ارتفاع الطلب الاجتماعي على ثالوث الخدمات العمومية، الشغل، التعليم والصحة، كما أن نسبة النمو المتوقعة تظل رهينة بحجم التساقطات المطارية. مشروع قانون المالية يواجه أيضا تحديات عالمية، أبرزها مستوى أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية على الاقتصاد الدولي، حيث بدأت بوادر الركود في العديد من الدول خاصة في دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، الاتحاد الذي سيتأثر حتما أيضا بخروج بريطانيا منه. هشام. خالد مصطفوي، كنت معنا ضمن الفقرة الاقتصادية الأسبوعية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. اقتصاديا دائما، وفي اليوم الثالث من منتدى ميدايز المنظم في طنجة نظمت ورشة حول إشكالات تحقيق المساواة في مراكز القرار ولا سيما في المناصب الاقتصادية وعالم المقاولات في إفريقيا. المتدخلات أكدن على أهمية مواصلة العمل لترقية وضعية المرأة الإفريقية، خصوصا على مستوى سن تشريعات جديدة تسمح لها بالتمكين الاقتصادي. زهير الدودي والربورتاج. تحقيق العدالة في فرص الأعمال بين المرأة والرجل في عديد من دول إفريقيا يحتاج إلى مزيد من التمكين التشريعي من خلال تعديل كل القوانين التي تشكل ميزا ضد النساء. المداخلات في هذه الورشة المتخصصة شددت على أهمية السماح للمرأة بالوصول إلى مراكز القرار في مختلف الميادين. للأسف حقوق المرأة لا يتم في غالب الأحيان الاعتراف بها من طرف صناع القرار، هذا واقع نرفضه. المرأة هي عنصر أساسي في اتخاذ القرارات، يجب أن نؤخذ بعين الاعتبار وأن يتم إشراكنا في اتخاذ القرارات، وفي نفس الوقت على المرأة أن تستنكر كل ما هو غير عادل في حقها. سكوتها عن حقوقها سيبقيها دائما الضحية. في السودان الذي شهد مؤخرا حراكا شعبيا أسقط حكم عمر البشير، تحاول المرأة أن تضغط لانتزاع إصلاحات جديدة تسمح لها بالانخراط في مجال الأعمال والحصول على تمويل المشاريع. علينا أن نشجع البنوك لإعطاء المرأة التمويل المناسب لتتمكن اقتصاديا. نعم، من المرأة السودانية تعمل كمنتجة وكمزارعة ب 80% من السابق، ولكن نود أن يكون عملها هذا مدعم من قبل المؤسسات التمويلية لكي تجد حصوصها من التدريب، من التمويل، من مصادر الدخل إن شاء الله. عديدة هي المقترحات والتوصيات التي خرجت بها هذه الورشة المنظمة في اليوم الثالث من منتدى ميدايز 2019. المشاركات اتفقن على مواصلة العمل للمساهمة في تغيير الأوضاع.
كاين مشاكل في افريقيا عند المقاولات الافريقيات، وكذلك حتى حنا ما نكذبوش بها ان كاين مشاكل عندنا كمغربيات في المقاولات. فخرجنا بواحد التوصيه هي نشتغلوا وفي واحد الارضيه ونعطيو واحد الحلول للمشاكل ديالنا اللي كنعانيو منها، لان كل مشكله عندها حل ديالها. فطبعا غادي نشاركوا وغادي نجلسوا في ان شاء الله في قريبا، وغنخرجوا بواحد الانتاج، لانتاج اللي غيكون في صالح المراه المقاوله المغربيه وكذلك المقاوله الافريقيه. ومع ذلك تشير الأرقام الحديثة إلى أن القارة الإفريقية تسجل نسبة مهمة على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، ما يعادل نسبة 60%، وهي أعلى مقارنة بمعدلات دول أوروبا الغربية. كما أن تقليص اللامساواة سيرفع الناتج الداخلي الخام للقارة بنسبة 4%. خلال محادثة أجراها اليوم في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جدد نظيره لجزر المالديف عبد الله شهيد دعم بلاده التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية. وبالمناسبة كذلك وقع البلدان على 4 اتفاقيات للتعاون الثنائي، والتفاصيل ضمن روبورتاج المولودي زندين وتحرير لياسي الكويندي. وزير الشؤون الخارجية لجزر المالديف عبد الله شهيد أكد أن جمهورية المالديف تجدد دعمها التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي أكد أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإعراب عن تقدير المغرب لمواقف المالديف الواضحة والثابتة بشأن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية والإقليمية، كما أن اللقاء كان فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. إن جمهورية المالديف تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي والواقعي والبراغماتي والمستدام الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، كما أن جمهورية المالديف تدعم جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري لتسوية هذا النزاع. كذلك الزيارة مناسبة للتعبير عن تقدير المملكة المغربية لجمهورية المالديف عن مواقفها الثابتة والواضحة بشأن قضية الصحراء المغربية في كل المنتديات الإقليمية والدولية. وعبرت للسيد الوزير عن شكر المغرب على هذا الموقف. كما تم توقيع خلال هذا اللقاء بين المغرب وجمهورية المالديف على 4 اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول والتعاون في الشؤون الدينية وتعزيز المشاورات السياسية والتعاون بين معاهد الدراسات الدبلوماسية. وتم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصيد البحري والسياحة. وبخصوص تعزيز التكوين، تم الاتفاق على تقديم منح دراسية للتكوين بدءا من العام المقبل. هذه الاتفاقيات الأربع الموقعة بين البلدين ستسمح بالتواصل واللقاء بين الشعبين، كما أنها ستعمل على تعزيز العلاقات وتطوير أسس الشراكة بين البلدين. That exist between our two countries. توقيع على 4 اتفاقيات بين البلدين حول يعني رفع تأشيرة عن سفر المواطنين البلدين، حول تعزيز التشاور السياسي بين الوزارتين، وحول تعميق التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية المغربية والمعهد الدبلوماسي للمالديف. وأخيرا التعاون في مجال هام في العلاقات بين البلدين هو التعاون في المجال الإسلامي بين المملكة المغربية وجمهورية المالديف. إقامة منصب قنصل فخري للمغرب بالمالديف في أسرع وقت ممكن. وحمل وزير الخارجية عبد الله شهيد رسالة من رئيس جزر المالديف إلى جلالة الملك، مبرزا المكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب في قلوب الشعب المالديفي الذي تربطه بالمملكة علاقات صداقة عريقة وأخرى دبلوماسية لأكثر من 3 عقود.
ونشير إلى أن رئيس الدبلوماسية في جزر المالديف عبد الله شهيد استقبل اليوم أيضا في الرباط من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما بحث سبل التعاون في عدد من المجالات. في ديربان الجنوب إفريقية، تمكن أمس رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة محمد بودرة من تصدر نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة المنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية، وذلك بعد حصوله على 100 صوت من أصل 221 صوتا، ويأتي ذلك كثمرة لسياسة التنمية الجهوية التي باشرها جلالة الملك. في الجزائر، وقبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 من الشهر المقبل، نزل آلاف المحتجين مجددا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع الذي يرون أنه سيؤدي إلى إعادة إنتاج نظام يريدون التخلص منه. زهرة إتحال. لا تفصلهم سوى 48 ساعة عن بدء حملة ستروج لرئاسيات يتشبثون برفضها. المتظاهرون الجزائريون لم يرضخوا بعد لسياسة الأمر الواقع، خرجوا احتجاجا في جمعة هي 39، وصارت معهم جنبا إلى جنب قوة الأمن التي أنزلت إلى الشوارع بكثافة. دولة مدنية ومشي عسكرية يتنحوا كاع. ما كاش الفوت، انتوما راكم تخلصوا 15 مليون، احنا مالناش نخدموا كاع، ما كاش الفوت، ما كاش. تشبث الجزائريين بشعار مدنية الدولة وبرفض الانتخابات يفسره ليس فقط انعدام ثقتهم بالمرشحين المحسوبين على النظام السابق، بل أيضا في آليات تنظيم وإجراء هذه الانتخابات ككل، فالاقتراع بحسبهم يهدف إلى إنتاج نظام يريدون التخلص منه في الأصل. ما كاش انتخابات مع العصابات. جامي، ما نسحقوا حتى واحد كان في الحكومة تاع بوتفليقة، نسحقوا وجوه جديدة. إصرار المتظاهرين يقابله تأكيد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح مضي السلطة في ترتيب الانتخابات وتعهده بمحاسبة من يقف في وجهها. وفي حال تحقق تنظيم الاقتراع، يبقى التحدي أمام المرشحين هو كيفية إقناع الجزائريين بالتوجه إلى الصناديق حتى تتوفر الشرعية الشعبية للرئيس المقبل. نعود وطنيا بالدار البيضاء، المجلس الوطني للصحافة نظم اليوم لقاء حول تقديم ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وذلك بحضور زملاء المهنة ومجموعة من الخبراء ناقشوا هذا الموضوع وكذا كيفية تدبير المشاكل المرتبطة بالمهنة إزاء الجسم الصحفي والمجتمعي بشكل عام. عودة إلى زهرة إتحال. لا يتعلق الأمر هنا بنقاش حول الخطوط العريضة المحددة لأخلاقيات مهنة الصحافة، بل بإعادة تأكيد على أهميتها وعلى ضرورة تكييفها مع ما نعيشه من مستجدات في ظل ظهور وانتشار تكنولوجيات التواصل الحديثة. في ظل التكنولوجيات الحديثة أعتقد أنه يلزمنا إجراءات كثيرة، والأمر ليس فقط من مسؤولية الصحفيين والناشرين أو المهنيين عموما، بل هي مسؤولية مجتمع ككل، ولهذا فإن مسألة التربية والتحسيس بخصوص المعلومة هي أمر مهم، ونحن نعمل على هذا المشروع حاليا. بغض النظر عن طارئ تكنولوجيات التواصل، يشمل ميثاق أخلاقيات الصحافة مختلف مهنيي القطاع، وجميعهم حضروا اليوم لتدارس كيفية تفعيل مبادئ هذا الميثاق. نظر إلى هذا الاختلاط اللي ولا بنظر انفتاح على حوامل جديدة اللي هي أو الصحافة الرقمية، فنحن بشكل مستعجل محتاجين للصحافة أو محتاجين إلى أخلاقيات المهنة من أجل أنها تنظم وتحدد للصحفي أشنو ممكن يتكلم عليه، أشنو ممكن يتكلم عليه وبالطريقه اللي ممكن يتكلم عليها. هذه الخطوه هذه اللي دار المجلس الاعلى للصحافه هي خطوه جيده،
للصحافة وللصحفيين، خاصة وأننا كنعرف أن الصحافة الاستقصائية في المغرب يعني ما كيناش بزاف وما كاينش صحفيين متخصصين فيها. ميثاق أخلاقيات المهنة كان دخل حيز التنفيذ في 29 من يوليوز الماضي بعد أن صادق عليه المجلس الوطني للصحافة في 7 من مارس، ليكون بذلك مرجعا لنحو 3000 مهني يمارسون الصحافة بحسب المجلس. بمدينة الحسيمة افتتح مساء اليوم منتدى الريف للسياحة والتنمية في دورته الأولى تحت شعار نحو تنويع مداخل التنمية المحلية، إدماج الموروث الثقافي في السياحة. باحثون ومختصون يطرحون للنقاش سبل تجاوز الطابع الموسمي للقطاع السياحي بالحسيمة واستثمار الموروث الثقافي والمآثر التاريخية في تنويع العرض السياحي بالمنطقة. روبرتاج فؤاد العزوزي ومحمد حشوب. قلعة حمراء في أعلى هضبة بمدخل 4 تورير وقلاع برتغالية بالطرس مطلة على بحر المتوسط وقصبة إسماعيلية بسنادة ومدينة تاريخية ببادس والمدينة الأثرية المزمة بأجدير هي غيض من فيض المآثر التاريخية التي تزخر بها الحسيمة وكتاب مفتوح لقراءة صفحات من تاريخها الطويل واستثماره في مجال السياحة الثقافية. الحسيمة ومنطقتها بصفة عامة لها عدة مؤهلات واستثمار هذه المؤهلات يمكن فعلا من تنويع المداخل. فنأخذ على سبيل المثال البحر، ثم المآثر التاريخية المتنوعة، وأيضا الموروث الثقافي. الموروث الثقافي أنا أنظر فيه الموروث المادي من مآثر وأيضا الموروث اللامادي. إدماج الموروث الثقافي في السياحة موضوع النسخة الأولى لمنتدى الريف للسياحة والتنمية الذي افتتح فعاليته مساء اليوم. باحثون ومهتمون بالمجال الثقافي والسياحي يناقشون تحديات التنمية السياحية بالحسيمة وتنويع مداخل التنمية المحلية. اختيارنا الموضوع إدماج الموروث الثقافي في السياحة كمدخل من مداخل التنمية جاء اقتناعا من الملتقى بكون الموروث الثقافي سيشكل عنصر من العناصر الأساسية في الجذب السياحي. رمي متهيئات القلعة الحمراء بأربعة توريرت وكذلك المزمة بأجدير، هناك كذلك بناء المسرح بمقومات حديثة مهمة جدا. كل هذه المآثر وكل هذه المراكز ستدفع بالعجلة للأمام. الموروث الثقافي إحدى وسائل تنويع العرض السياحي بمنطقة الحسيمة التي يطغى عليها طابع السياحة الموسمية صيفا عبر السياحة الشاطئية، في حين قد تشكل السياحة الثقافية مصدرا للجذب السياحي بهذه المنطقة الغنية بتراثها المحلي. واللحظة الفقرة الثقافية الأسبوعية وجديد مواعيدها وتظاهراتها كالعادة رفقة محمد إسراس. محمد، بداية ستكون من مدينة الأنوار الرباط وسنتوقف مع بينا لي الفن المعاصر والذي يشرف على نهايته. مساء الثقافة والفن. أولا هشام، بالفعل أيام قليلة تفصل المدينة على إصدار الستار عن النسخة الأولى من بينالي الفن المعاصر. وبينالي هي كلمة إيطالية الأصل تعني معرض يقام كل عامين، انطلق نهاية شتنبر الماضي وسيختتم في 18 من شهر دجنبر القادم. فبينالي ملتقى للحوار الثقافي بين المسرح والسينما والفن التشكيلي وفنون أخرى، والصور التي نتابعها توثق للاستعدادات لعرض مسرحية عنوانها بريز دو باغول أو أخذ الكلمة، مأخوذة عن النص المسرحي للكاتب عصام اليوسفي. سي محمد، في فقرتك ستسافر بنا بين دروب الموسيقى الكلاسيكية من خلال لوحة نادرة للموسيقار موزار. هشام، الموسيقار موزار يعود ليعزف على آلة الأورغن في باريس. عاد إلى الحياة من خلال لوحة بورتري رسمت له أثناء حفل فني أقيم بفيرونا الإيطالية. كان آنذاك في ربيعه 13. اللوحة النادرة ستباع في مزاد علني ستحتضنه فرع دار كريستيز البريطانية بباريس، وذلك من 27 من هذا الشهر، وقدر ثمنها بحوالي 1,000,000 أورو.
وتعد هذه اللوحة واحدة من بين 4 لوحات رسمت لموزار عندما كان على قيد الحياة. الحديث عن موزار يقودنا للغوص في تفاصيل وسيرة هذا الفنان العبقري. هشام عاش يعني فقيرا ومات مبكرا، لكنه غني إبداعيا، فقد عاش فقط 35 عاما، 22 عملا في الأوبرا و40 سمفونية. هو الإرث الموسيقي الذي تركه موزار للإنسانية. داود علوان ينقلنا في جولة في هذا البورتري للوقوف عند أهم المحطات الأساسية في مسار فنان بصم اسمه بإبداعاته في عالم الموسيقى. مدينة زالزبورغ تحتفظ بذكريات طفل عبقري مات في سن الشباب، لكن اسمه ما زال يتردد في مختلف أصقاع العالم. هو وولفغانغ أماديوس موزارت. أطلق صرخته بهذه المدينة في شتاء 1756 وسط عائلة تتنفس نغمات الموسيقى، فوالده كان عازف كمان بارع. منذ سن 3 بزغت عبقرية موزارت، فقد عزف على آلة الهاربسكورد، وفي 5 من عمره وضع قطعته الموسيقية الأولى وتعلم العزف على الكمان. في عام 1762، أي في سن 7، أحيى حفلاً بفيينا حضرته نخبة من الطبقة الأرستقراطية، ما زاد من شهرة الطفل النابغة. اسم موزارت بدأ يتردد في كل أرجاء أوروبا بعد قيامه رفقة عائلته بجولة في مختلف العواصم الأوروبية. ترك موزارت إرثاً موسيقياً كبيراً. غزارة إبداعاته ستتوقف فجأة في دجنبر عام 1791، فالموت لم يمهله طويلا ليواصل تألقه. رحل في سن 35 في جنازة يتيمة تصادفت مع عاصفة ثلجية لم يمشي فيها سوى 5 أشخاص، أغلبهم كانوا موسيقيين. في فقرتك أيضا خصصت حيزا للمبدعين عبر العالم والذين يحولون أشياء قد تبدو غير مهمة إلى إبداعات جميلة، كما هو الحال مع الزجاج. يتميز هشام بشفافيته ويعتبر رمزا مجازيا للتعبير عن المشاعر الإنسانية. يحضر بقوة عند الكتاب والشعراء. باختصار هو الزجاج الذي قيل إن ترميمه يصبح مستحيلا عندما يتكسر، لكن مدرس الفنون الأردني أحمد مناصرة يثبت العكس على أرض الواقع. يصنع بورتريهات لمشاهير في مختلف الميادين، يشتغل مع فريق من متطوعين يضم 12 عضوا، يصنعون لوحات فسيفساء ملونة. الفنان مناصرة يحاول أن يجمع بين الإبداع والمحافظة على البيئة من خلال إعطاء حلة جديدة لحطام الزجاج. وأخيرا ماذا عن المواعيد الثقافية؟ نستهل هشام المواعيد الثقافية من مدينة الرباط. المدينة تفتح أبوابها غدا لاستقبال الفن 7 في مهرجان الرباط الدولي للسينما المؤلف، وذلك من 16 إلى غاية 24 من هذا الشهر. أبو الفنون سيحط رحله بخريبكة ابتداء من 20 إلى غاية 22 من الشهر الجاري، والحدث الدورة 7 من مهرجان الرواد الدولي للمسرح. ونختم بالموعد القار ضيف الأحد هبة وغتا الخمليشي، أختان استهوتهما الريشة منذ الصغر، نسجتا معها علاقة حب. مسار هاتين الشابتين بعد غد في نشرة الظهيرة، فكونوا في الموعد. وفي الختام هشام، نذكر مشاهدينا الكرام ككل أسبوع بالبريد الإلكتروني. لاقتراحاتكم وملاحظاتكم يمكن التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني thaqafa@duzam.ma. أشكرك سي محمد إسراء، والموعد يتجدد بك يوم الجمعة القادم بحول الله. شكرا هشام.
وقبل الختم، من بين أبرزهما ورد في مسائية هذه الليلة تحسبا لموجة البرد الشتوية وتساقط الثلوج والتي بدأت تشمل أجزاء من البلاد، وزارة الداخلية أعادت تنشيط نظام الإنذار وإنشاء مواقع قيادة في المناطق التي تأثرت بشكل خاص بموجة البرد، وسيتم ذلك تدريجيا على مدار الأيام العشر القادمة في 24 إقليما، منها إفران، خنفرة، أزلال، ميدلت، بولمان، تنغير والحجب. هيتو والمسائية، منا لكم أجمل تحايا وفي أمان الله.